يوم جديد بجولة جديدة، نسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة فين؟ احنا في المطرية وعند مايكل بواقي تصدير وفوت، هتشوفوا أشكال جميلة وحاجات حلوة برضو معانا إن شاء الله. المحل ده في الأول حابة أقول لكم إن هو بيبقى فتح طول الأسبوع، يعني أي وقت هتروحي فيه. لو انت بتروحي سوق الخميس، هو في المطرية سوق الخميس، طبعا كلكم عارفين المطرية في سوق الخميس، بس ده محله فاتح يوميا، يعني اي وقت هتروحي هتلاقيه الشغل عنده موجود، وبينزل له الشغل الاثنين والخميس برضو. زي ما احنا شايفين برضو عنده تشكيلة الفوط بتبدأ ما عنده من 5 جنيه لغاية اطقم عالي، يعني هتلاقوا كل التشكيل موجود عنده، فوط وبشاكير وبرانس وحاجات للاطفال واطقم سراير وبطاطين، في حاجات بسم الله ما شاء الله تشكيلة روعة. فانتوا لو بتنزلوا المطرية او لو حابة تعملي مشروع او تشتري حاجتك الخاصة بيكي، انزلي المحل ده، في حاجات بسم الله ما شاء الله برضو جميلة. لو انت عروسه بتجهزي هتلاقي موديلات وخامات حلوه تعجبك. الفيديو النهارده على السريع مش حابه اطول عليكم، فاديتكم فكره من يعني ان انت لو حابه تشتري او تشوفي الخامات، ما شاء الله في خامات كتيره، وعنده برانس وحاجات للبحر للاطفال والكبار جميله. هتشوفوا معانا حاجات بالبندانه بتاعتها جميله قوي، الاطفال شكلها حلو قوي. اطقم ميلاد برضو حلوه، المجد عنده فيه خامات كويسه، عنده فيه كفرات، في يعني بصوا حاجات جميله دي للاطفال شكلها حلو قوي، وفوط جميله برضو للرسومات وحاجات كده دلع للاطفال، يعني عنده موديلات الاطفال حلوه قوي، وفوط بقى بجميع انواعها ومقاسات والوانات. عنده برضو ميلايات، كيس مخدات فرداني وخداديات فرداني لوحدها. الستاند ده انت بقى وحظك زي ما انت عايزه بقى، بس طبعا حاجات انت بتجمعيها او الوانات تجمعيها مع بعض، زي ما احنا شايفين هو رص الالوانات كده بطريقه برضو ما شاء الله شيكه، ان انت تحسي ان انت اللون اللي انت عايزاه سهل عليك ان انت تختاريه. زي ما احنا قلنا لو انت حابه تعملي مشروع ابتدي وسمي الله كده، وبرده تليفونهم عليه واتس وبينزلوا الشغل بتاعهم، تابعي وشوفي، ربنا يكرمك يا رب ويكرم الجميع. زي ما قلت لك لو انت حابه تعملي مشروع بتجيبي وبتضيفي نسبه زي كنت هتشحن لهم او هم بقى، لو انت عندك محل هتعرض فيه وهيجوا لك والكلام ده كله، تحطي نسبه ربح عليها، يعني ما شاء الله الاسعار هناك كويسه فتقدري تبيعي وتشتري فيها ان شاء الله. طبعا هتحسبي مواصلاتك وتحسبي التكلفة بتاعتك، يعني عشان مش عارفة تقول لك انا شفت في الفيديو كذا، لا الفيديو انت مالكيش دعوة بيه، هي الست تعبت وراحت وجت واشترت، فطبعا مش هيبقى زي ما حضرتك قاعدة موجودة في البيت او المحل جنبك، هي هتنزل المواصلات بعيدة وغالية، يعني طريقة بعيدة مش قريبة، بعيدة الناس وقريبة الناس على حسب مواصلاتها وكده. في برضه دلوقتي نظام الشحن ده وفر على ناس وقت وجهد، شايفين دي الحاجات الاطفال اللي بقول لكم عليها شكلها جميل قوي ما شاء الله، بطاطين من فوق اهي، يعني عنده تشكيلة بسم الله ما شاء الله حلوة. دي برضو فوط أطفال فيها رسومات كده من تحت، هنعرض لكم كام حاجة كده هتشوفوها اهي. القطن بتاعها 100%، وعنده كوفرتات برضو اهي من تحت، زي ما قلت لكم الشغل الجديد بينزل لهم من الاثنين والخميس، وانت تروحي في اي وقت طول الاسبوع المحل فاتح. ده المحل ده في المطرية بنات عند مايكل في المطرية، ما شاء الله في سوق الخميس، شايفين ما شاء الله دي تشكيل فوق مطبخ برضو، هتلاقوا مقاسات وانواع يعني ما شاء الله، واحجام دفايات عنده برضو دفايات. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم.